مناطق الحدودية هي مناطق للاندماج الإفريقي، خاصة مع دول الجوار، مع الأصدقاء من موريتانيا، من النيجر، من مالي، حتى نخدموا على الاندماج الإفريقي مع المنطقة. والجزائر عندها دور رائد في الاندماج الإفريقي كدولة كبرى، كدولة جهوية، دولة بويسونس ايكونوميك ريجيونال، قوة اقتصادية وإقليمية. هذا هو العمل اللي نقوم به، ونقول هنيئا لسوبرانتيندو، ها هو رجع الموغار، وإن شاء الله الموغار هو اللي غادي يحيي كل الزاكتيفيتي كوميرسيال.